تقاذفت إسرائيل وإيران الاتهامات في الأمم المتحدة على خلفية التوترات الأخيرة، حيث اتهمت كل منهما الأخرى بأنها تمثل التهديد الرئيسي للسلام في الشرق الأوسط. من جهتهم دعا معظم أعضاء مجلس الأمن إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. لم تكد تمر 24 ساعة على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل حتى عقد مجلس الأمن الدولي بطلب من إسرائيل اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة التي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط وتنذر بالتحول نحو حرب شاملة. رغم تباعد المسافات جغرافيا وسياسيا بين البلدين تواجه الوفدان الإيراني والإسرائيلي وجها لوجه بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك حيث القى كل طرف اللوم على الاخر بانه التهديد الرئيسي للسلام في منطقه الشرق الاوسط المندوب الاسرائيلي لدى الامم المتحده جلعاد اردان طالب مجلس الامن الدولي بتصنيف الحرس الثوري الايراني منظمه ارهابيه مع فرض كل العقوبات الممكنه ضد طهران في المقابل قال ممثل ايران امير سعيد ان بلاده لم يكن امامها خيار سوى ممارسه حقها في الدفاع عن النفس ردا على قصف قنصليتها في دمشق في اتهام لم تنفيه اسرائيل ولم تؤكده واضاف ان مجلس الامن فشل في تاديه واجبه بالحفاظ على السلم والامن الدوليين من خلال عدم ادانته الضربه واكد ان طهران لا تريد التصعيد لكنها سترد على اي تهديد او عدوان روبرت وود نائب المندوبه الامريكيه قال من جهته انه وبالتشاور مع دول اعضاء اخرى فان الولايات المتحده ستنظر في اتخاذ اجراءات اضافيه لمحاسبه ايران في الامم المتحده خلال الايام المقبله هذا ودعا معظم أعضاء مجلس الأمن إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش من بلوغ منطقة الشرق الأوسط حافة الهاوية مؤكدا أن المنطقة والعالم لا يستطيعان تحمل نشوب حرب جديدة